مشاهدينا مساء الخير. المواد اللي كتشوفوا هي محور الحلقة الحالية من برنامج 45 دقيقة. مواد كتجي في ملتقى الطرق ما بين تندوف البوليزاريو والتلاعب في المساعدات الإنسانية. تندوف البوليزاريو والتلاعب في المساعدات الإنسانية تالوت أصبح مؤخرا كيتذكر كتير. ما قيل حول التلاعب في المساعدات الإنسانية فيه رأيين، رأي كاين في التلاعب ورأي كيأكد باللي سكان تندوف كيتحرموا من المساعدات باش تباع وبكميات كبيرة في الأسواق. لقطع الشك باليقين كان ضروري نمشيو لعين المكان ونجيبوا الصوت والصورة في تحقيق استثنائي أقرب للمغامرة في موضوع حساس وفي منطقة أكثر حساسية. ولهذا فالجزء الأول من الحلقة غادي يديكم لأحد أسواق زويرة موريتانيا بحثاً عن المساعدات الإنسانية اللي كتباع ونوعيتها، قبل ما نغيروا الوجهة في الجزء الثاني ونشوفوا واش المساعدات اللي موجودة في السوق هي فعلاً اللي كانت موجهة لتندوف. وفي الجزء الثالث غادي نعرفوا الضرر اللي كيتسبب فيه التجار في مساعدات سكان تندوف وشكون هو المستفيد من أموال التجار فيها من خلال تصريحات ووثائق أطراف معنية بالموضوع. في حلقة بعنوان تندوف تهريب الإنسانية. التلاعب في المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف أصبح في السنوات القليلة الماضية موضوع تجاذب بين طرف كين في التلاعب بهذه المساعدات وطرف كيأكد على العكس وقوع التلاعب وبطرق ممنهجة. الجدل عكسته الصحافة ومواقع إلكترونية عديدة بما فيها التابعة للبوليزاريو، بل وتحول الموضوع إلى قضية رأي تعتقل بسببه بعض السكان في تندوف. وتنجزت أيضا تقارير من طرف منظمات غير حكومية دولية إنسانية وحقوقية. التقارير تحدت على شيئين اثنين: مصدر هذه المساعدات بحال الاتحاد الأوروبي ومختلف وكالات الأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها، وثاني شيء هو الوجهة اللي كيتم تحويل هذه المساعدات لها، وخاصة بعد أسواق الدول القريبة من مخيمات تندوف في موريتانيا والجزائر ومالي. أغلب هذه التقارير ركزت على طول فترة النزاع وكذلك أهمية وحيوية هذه المساعدات بالنسبة لساكنة كتعيش في وسط قاحل، بمعنى أن هذه المساعدات هي المصدر الوحيد لتلبية مختلف الحاجيات. القطع الشك باليقين حول ما نشر من تقارير ومقالات كان من الضروري نتوجه لعين المكان مباشرة، والوجهة اللي اختارنا هي موريتانيا وتحديدا الزويرات. بداية الرحلة كانت من نواكشوط. قبل التوجه للزويرات استغلينا فرصة تواجدنا بالعاصمة الموريتانية لاستطلاع بعض الآراء حول الموضوع، أي المساعدات والتلاعب فيها. وفي هذا الإطار توجهنا للمقر المركزي لحزب الصواب اللي كان عندنا فيه موعد مع فاعل سياسي محلي. الأمر كيتعلق بالدكتور عبد السلام ولد حرمة رئيس هذا الحزب. حزب الصواب للإشارة هو حزب كيدعم الأغلبية الحكومية. اعتبارنا حزب اجتماعي شعبي ندين كل تلاعب بالمساعدات الإنسانية مهما كانت، وإذا كان هناك تلاعب بالمساعدات الإنسانية ثبت لنا وتأكد لنا أن هناك تلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تأتي لإخواننا في الصحراء في المخيمات أو في أي مكان آخر، فهذا نحن ندينه إذا تأكد لنا. نحن لم يتأكد لنا لحد الساعة، ولكن سنقوم إن شاء الله ببحث في هذا الموضوع والتحري فيه، يتأكد لنا إن شاء الله فهي عملية مدانة ومرفوضة، ومشينا ونبقي أن تجد الرفض الحقيقي من القوى الشعبية والقوى السياسية والقوى العامة في موريتانيا وفي خارج موريتانيا، لأننا نحن بطبيعة الحال ما يهم الصحراء يهمنا، ما نتأثر به الصحراء نتأثر به. أننا سمعنا تقارير كثيرة تتكلم عن وجود مواد غذائية في هذه المدينة مصدرها هو مخيمات الصحراء بالجزائر، وهذه المواد قادمة من إعانات دولية قدمت للشعب الصحراوي هناك، هذا سمعناه، لكن لا توجد لدينا تقارير مؤكدة دقيقة تجعلنا نقطع بأن مصدر هذه وحالما تأكدت لنا فهي عملية مدانة ومرفوضة، مرفوضة تماما، لأن المساعدات
موجهة بالمقام الأول لأصحابها، وينبغي أن يقتصر استخدامها ونفاذها إليهم وحدهم، ولا ينبغي أن تجد طريقها إلى السوق أو المتاجرة أو تذهب إلى جيوب آخرين يستفيدون منها بطريقة خاصة. أن هناك تلاعب بالمواد الإنسانية فيها جريمة، وجريمة كبيرة، لأن مبدأ التلاعب مبدأ مرفوض وجريمة تستحق العقوبة. أما إذا تأكد أنها تلاعب بإعانات إنسانية موجهة إلى مجموعة من الفقراء والمحتاجين وتم التلاعب بها، فينبغي أن تكون عقوبتها قوية، وينبغي أن يكون رفضها قويا، خاصة من طرف القيم السياسية والمجتمع المدني والناس الذين تعنيهم معاناة المواطن ومعاناة أصحاب الاحتياجات الخاصة. تصريح رئيس حزب الصواب جاف الوسط بين الرأيين اللي ذكرنا في البداية، أي إنكار التلاعب مقابل تأكيد هذا التلاعب. قبل التوجه للزويرات زدنا سمعنا لرأي آخر في نواكشوط، رأي مختلف على اللي سمعنا. محمد فال ولد القاضي والكاه، موريتاني أيضا، رئيس جمعية الذاكرة وعدالة لضحايا البوليزاريو، وعاش مخيمة تندوف 14 سنة وجرب بحال أغلب السكان ظروف الحياة، وبالتالي فهو أقرب للموضوع. رأيه مبني إذن على تجربة معاشة. نستمعه. هي مسألة يعني يدركها الغبي، يعني مسألة واضحة للعيان إنه المساعدات اللي تجي للمخيمات صفحة يتاجر بها. هذه حتى هم قاعدين، يعني حتى هذه ما هم خافينها. حتى من داخل المخيمات هناك أصوات، من داخل المخيمات هناك أصوات تنادي على إنه هذا عمل لا إنساني، لأنه منظمات إنسانية تجيب مساعدات للناس محتاجينها هي يتاجر بها. إحنا كجمعية نكررها على أن ندين تلاعب ناس أصبحوا أهرياء حرب على حساب عليات وتركة وشاشرة في الحمادة، لأنه هذيك المعاناة اللي عانوا هذوك العليات وذوك التركة يعرف فلان إحنا اللي عشنا معاهم، يعرف فلان إحنا اللي عشنا معاهم، ونحن الحمد لله، نحن الحمد لله هيدينا بيض. نحن هذه 20 سنة رجعنا للبوليزاريو ورجعنا لموريتان وما زلنا في موريتان، ولا عندنا أي مركب نقص يقول واحد على أنه هذا كلام في السياسة وعلى أننا ما خافنا نقوله. لا، نحن ما عندنا أي مركب نقص في هذا، نقوله الحقيقة حتى ولو كانت على أنفسنا نقولها.